صدق اللي قال دنيتنا دنية عجايب. بقى أنا اللي كذابة يا ليلى؟ هي فاكرة عشان ربنا اداها هتعلمني الأدب؟ ما دام هي شاطرة قوي كده ما علمتش بنتها الأدب ليه؟ مازن قفل السكة في وشي وبعد كده بتصل بيه ما بيردش عليا. أنا هروح له. لا استني ما تروحيش، سيبيه دلوقتي مش هيرد. أنت شفتي مازن هناك في الفيلا؟ مازن؟ لا ما شفتوش، ده حتى ما جاش سلم علينا. هو إيه اللي حصل هناك؟ هيحصل إيه يعني؟ يلا افتح التلفزيون زمان المسلسل جه. تلفزيون إيه بقول لك إيه اللي حصل عند خالتي تقولي التلفزيون؟ هو أنا لما أخاف على أختي وبنتها أبقى غلط ولا سيبها على عماها لحد ما الفضيحة تيجي لحد باب بيتها؟ أنتِ قلتي إيه لخالتي يا ماما؟ ريموت التلفزيون فين؟ الريموت ده عليه عفريت، كل ما ادور عليه ما لقاهوش. يا ماما ما تتوهيش في الكلام، انا سرت في الكلام جت ما بينك وبين اختك النهارده؟ على خفيف، بقول لك ايه؟ اعملي لي كوبايه شاي عشان شاي خالتك ده ابو فتله ما ظبطش دماغي. يا ماما بقول لك ايه؟ انت هتنصبي لي محكمه انت كمان ولا ايه؟ الله، وانتوا كلكم عليا النهارده؟ صحيح، خير تعمل شر تلقى. انت قلتي لاختك على اللي قالهولي مازن؟ لا ما قلتش حاجه، وانا عبيطه؟ امال قلت لها ايه؟ قلت لها ان مالك معيوب. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا ماما، انت كده طقشت الدنيا كلها في بعضها. انت واختك اتخانقتوا مع بعض وانا مازن قفش عليا، وانت ما تعرفيش قفشه مازن عامله ازاي. يعني انا غلطت يا دعاء؟ لا انا اللي غلطت لما فكيت بقي معاكي بكلمتين انت وبنتك، والله اعلم المصيبه دي هتخلص على ايه. منك لله يا لولا يا محرك الشر، مسكتني لوك 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 يا حد مخلتني اعمل كده. حرام عليك يا ماما، حد يطوع لولا، ما انت عارفه انها بتغير مني عايزه تبوظ لي جوازتي. عيب يا دعاء، ما تقوليش على اختك كده، هي صحيح زرقاء وسماويه بس دي اختك وبتحبك. انت شرفتي يا اختي؟ جيتي بعد ما خربتيها وقعدتي على تلها؟ يا ابوها يا وش الفقر. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ ما تفرملي نفسك شويه. انا عارفاكي يا اختي، عايز تخربيها عشان اعنس وابقى زيك. اخرسي، انا لو عايزه اتجوز اشاور بس، الف واحد يترموا تحت رجليا. طب ما تشاوري يا اختي وورينا واحد بس. عاجبك الكلام اللي بتقوله بنتك ده يا ماما؟ ساكته لها ليه؟ عيب يا دعاء، ما تعيريش اختك غير ما فيش حد معبرها. وهي مش عيب لما استأمنها على سر وتروح تقوله؟ انا ما قلتش حاجه، امك هي اللي قالت. يا نهارك اسود، انت هتلزقيها فيا؟ مش انت يا بنت اللي كبرتيها في دماغي؟ ورحمه ابويا لو ما عدلتيها زي ما قلبتيها لكون والله العظيم. عليك فرملي نفسك ومن غير حلفان، انا هعدل لك كل حاجه بس كل حاجه في وقتها. هتعدليها ازاي يا ابليسه؟ بعدين هتعرف. انت بتثبتيني لحد ما تجيب اخرها وتبوظ خالص، مش كده؟ انا رايحه لمازن. بنت يا دعاء، انت يا بنت استني يا ماما، الحقي الهبله دي، قولي لها ما ينفعش تروح هناك دلوقتي خالص. ليه يا لولا؟ قولي لي، ده نمك حبيبتي. عشان لو راحت هناك دلوقتي هتلاقي الدنيا والعه حريقه. مازن مازن مازن، انت بتردش عليا ليه؟ عايز انا ارد اقول لك ايه؟ اقول لك شكرا ان اول سر استأمنتك عليه رحتي قلتيه؟ انا ما قلتش حاجه لحد. امال مامتك واختك عارفوا ازاي؟ ما كنتش قصدي. انت عملتي فضيحه لاختي يا دعاء وخليتي شكلي زباله قدام ابويا وامي، وفي الاخر انا طلعت اللي كداب. مازن حرام عليك، انا بحبك. لو كنت بتحبيني بجد كنت تخافي عليا وتحافظي على اسراري. مازن. بقتش تلزمني. منى ازيك؟ الحمد لله، اتفضلي. تسريحة شعرك النهارده قمر. هي نفس التسريحة ما اتغيرتش. يبقى انا بقى اللي شايفاكي حلوة. نعم. الله، مش تقولي ميرسي، شكرا، اي كلمة حلوة كده تشجعني اقول لك كلام حلو. متشكرة طبعا. طب اتفضلي. بصي، هو الاستاذ مازن في اوضته وليلى هانم في اوضتها، تحبي حضرتك اندهلك مين فيهم؟ طن. حاضر. ولا اقول لك؟ بصي يا ستي من غير تكليف، اعملي كوباية قهوة. حاضر. اوعي تكوني بتقل عليكي. لا لا خالص خالص، تحت امر حضرتك. هو في حاجه حضرتك؟ لا مفيش، مبسوطه بس، فعايزه الناس كلها تبقى مبسوطه زي. طب يا رب دايما. انا هروح اعمل لك فنجان القهوه. اوكي. عندك انتي، انا هعمل القهوه. دعاء بقت واحده تانية خالص، ذوق واخلاق وادب. امرك عاجب يا منى؟ يعني انتي لا كده عاجبك ولا كده عاجبك؟ يا ماما مش قصه عاجبني ولا مش عاجبني، انا بس مش فاهمه هي بتعاملني كده ليه.
يا بنتي يمكن ربنا هداها وعرفت اننا كلنا ولاد تسع. مازن حبيبي دعاء جاي لك قلب تنام وانت ظالمني. انت بتعملي ايه هنا؟ حرام عليك، ده انا روحي راحت مني وكنت هموت من ساعه ما رميت للدبله وطلعت تجري. انت مجنونه يا بنتي، ما ينفعش تدخلي هنا. ليه يا حبيبي؟ ليه بتعمل كده؟ انا لازم ادافع عن حبي ليك، عن مستقبلنا وسعادتنا. مازن انا مش هسيبك تعمل كده يا مازن، انت بتتلكك لي. لو سمحتي طب ممكن تخرجي بره هلبس واطلع لك؟ لا هنتكلم دلوقتي وهنا. يا بنتي ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. امال ايه اللي ينفع؟ انك تقولي مع السلامه اقول لك الله يسلمك؟ ايه مفيش لحظه حلوه ما بيننا تخليك تتمسك بيا حتى لو انا غلطت؟ انت ما غلطتيش، انت خدي ثقتي فيكي. كل ده عشان اتفكيت مع امي بكلمتين؟ ما انت كمان اتفكيت معايا بكلمتين من خوفك على ملك، ولا عايز تقنعني ان ملك لما عرفت قطعت علاقتها بيك؟ يا سلام، يعني كل واحد يقول اي حاجه لاي حد. انت فاكر ملك دي اختك لوحدك؟ انا كمان بخاف على ملك. ملك دي مش بس اختي وحبيبتي وانتمتي، لا دي كفايه عليا انها اخت حبيبي. ده اول سر اقولهولك. ودي اول غلطه. انت مش فاهمه انت عملتي ايه؟ انت حطيتيني في موقف محرج مع امي ومع اختي. عاقبني، اعمل فيا اللي انت عايزه، لكن ما تموتنيش وتطلب مني ان انا اعيش حياتي كلها من غيرك. دعاء انت بتعملي ايه هنا؟ احنا قلبنا عليك الدنيا. في ايه يا مازن؟ معرفش يا ماما، انا كنت نايم صحيت لقيتها فوق راسي، بحاول افهمها باي طريقه ان كل شيء بينا انتهى. انا خلاص فسخت خطوبتي معاها وسبت لها دبلتها. ايه ده؟ انا عملت لك نسكافيه اللي انت بتحبه. شكرا يا ماما. طول عمرك عارفه انا عاوز ايه قبل ما اطلبه. هو انت كويس يا مازن؟ ماشي الحال. طب معلش يعني، هو انا ممكن اسالك سؤال؟ انت زعلان عشان انت ودعاء سبتوا بعض؟ انا زعلان اعمل ايه؟ انا دعاء بنحب بعض من زمان اوي. بنت المجنونة. انا فتحت عيني على الدنيا لقيت بحب دعاء. مش عارف ممكن اعمل ايه من غيرها. طب ليه مش عامل لنفسك خطة تانية؟ عشان لما الأولانية تبوظ ما تبقاش شكلك زي ما أنت دلوقتي كده. هو المفروض الواحد لما يحب واحدة ينزل بخطتين؟ إن شاء الله المرة الجاية هبقى أنزل 4-4-2 أضمن برضه. الواحد لما بيحب واحدة ما بيبقاش عامل حسابه ما تسيبه هيعمل ايه. يا بختها، يا بختها ان في حد بيحبها قوي كده. تعبان قوي انا. احاول تخرج. مش كلها انت بتفكرني بيها. حتى بيتي كانت بتقعد معايا، الموبايل ده انا كنت بكلمها بيه. حاسه بيك يا مازن، عارفه لما تكون بتحب حد ومش لاقيه جنبك. ما هي مدام الحكايه كده، وابن البيبي يحب بنت البواب، كان لازمته ايه اللي عملته معايا؟ يا دعاء صدقيني مفيش حاجه انت فاهمه غلط. غلط؟ وانت بتغنيني وخدي دبلتك، كان لازمته ايه الفيلم ده كله من الاول؟ وانا اللي موت نفسي عشانك. بس الحمد لله، الحمد لله ربنا ما قررش ان انا افضل مخدوعه كتير. شفت كل حاجه بعيني، بس ايدين ونظرات عينين، والله اعلم ايه اللي بيحصل تاني. الفيلم بقى طويله عريضه، محدش فيها دريان بالتاني. انت عارفاني كويس يا دعاء، والله العظيم والله العظيم انت فاهمه الموضوع غلط. بس انا فعلا
كنت فاهمه غلط بس انا دلوقتي خلاص فاهمه كل حاجه صح. ابتسم انا متاسفه بجد، انا مش عارفه مش عارفه انا عملت كده ازاي. انت ما عملتش حاجه يا مازن. منا خلاص. طب انا ممكن اروح وراها واعتذر لها وافهمها كل حاجه. منا لو سمحت سيبيني لوحدي دلوقتي. انا هفهمها انا. منا يلا بعد اذنك. اتفضل يا مازن. يا قدامها كتير؟ هدخل استعجلها لك تاني. يلا دعاء اخرجي له بقى كفايه كده. قلت له ايه؟ قلت له كل حاجه، دموع واحزان وسهر وتعبانه وما بتاكلش. كان هين عليا اقول له انك لسه ضاربه طبق محشي من شويه بس ما رضيتش. المهم مصدق؟ مصدق جدا، ده الدمعه هتفر من عينيه. وجايب لك بوكيه ورد احمر كبير كده وهديه صغيره معاه. هديه ايه؟ مش عارفه، مقفوله بس انت عارفه مازن ذوقه حلو يعني. المهم شكلي عدل ولا ايه؟ زباله صح؟ شكلك قمر. لا 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 شكلك قمر، بس ادعكي عينيكي شويه عشان يبان عليكي انك معيطه. خير يا مازن؟ عايز مني ايه تاني؟ ايه اعتذر لك يا ستي واشرح لك اللي حصل. تشرح لي ايه؟ ما انا شفت كل حاجه بعيني، ما حدش قال لي. ادعاء الحكايه ابسط من كده بكتير، انت ليه عامله كل الفيلم ده؟ انت ترضاها لنفسك؟ لما تلاقي واحد ماسك ايدي وبيمسح دموعي، انا كل ما اتخيل الموقف ما اقدرش امسك نفسي. يا حبيبتي منى شافتني كنت متضايقه فكانت بتصلي. لو سمحت ما تجيبش الاسم ده على لسانك قدامي. انت ايه؟ ما عندكش قلب؟ مش حاسس بيا؟ لا ما دي مش طريقه تفاهم. ومين قالك ان انا عايزه اتفاهم اصلا؟ انا مش هقدر اتفاهم مع واحد كان بيخوني. خلاص خلاص ماشي، سيبك لما تهدي وبعدين نتكلم. بعد اذنك. اهو الباب مقفول اهو، عايزاني اخش لها عشان تقرفني بقى وتسمعني كلمتين. يا بنتي لسه فاضي ربع ساعه المحاضره. يلا بس يلا يلا. فهميني يا دعاء ايه اللي بيحصل ده؟ انا معرفش اي حاجه. مازن خطيبي وكان متخانق معايا وجه هنا علشان خاطر يصالحني. انا متفاجئه زي حضرتك بس هي بصراحه احلى مفاجاه. اللي حصل ده تهريج وانا هاخده في اطار التهريج عشان ما اذيش طالب دخل جامعه غير جامعته وعمل فيها روميو، خصوصا يعني انه هيتخرج كمان كام اسبوع من طب اسنان زي ما الكارنيه بيقول، وكمان عشان ما اذيكيش مع ان انت رصيدك تقل قوي عندي. اتفضل كارنيهك وبلاش تكرر التصرفات العيالي دي تاني. اتفضل. وانت يا دعاء اعتذري لمنى على اللي انت عملتيه فيها. منى منى شكلها مشيت.
يا خساره، كان نفسي اعتذر لها قوي.